30 مارس 1908 انفتح الباب للتعليم العالي والدكتوراه. أخذنا البكالوريا يا بيه، بعدها حنعمل إيه؟ أخذنا البكالوريا يا بيه، بعدها حنعمل إيه؟ نربطها في خيط بروزع الحيط ونفرجها للضيوف البيت. طب كنا بقى بنتعلم ليه؟ أخذنا البكالوريا يا بيه، بعدها حنعمل إيه؟ كفاية عليكم بكالوريا. في ليسانس وبكالوريوس والدبلومة والدكتوراه. ده العلم ما فيهش كفاية يا دي، والعلم ما لهش نهاية يا دي. عفارت بنت مصرية فلاحة وعاوزة تتعلم للدبلوم والليسانس. إيش معنى بناتكم وولادكم يا سعادة البيه؟ سافروا لندن أو أكسفورد أو سافروا باريس سوربون. مش معنى بلدنا يا مستر ايه؟ وانت يا مسيو ازاي مصر ما يبقاش فيها اكبر جامعة؟ ام الدنيا قبل الدنيا كان عندنا من 2000 سنة هنا اكبر جامعة واول جامعة. مظبوط، تمام، مصر لازم يبقى فيها اكبر جامعة. تعال افنزيم، مصر لازم يبقى فيها اكبر جامعة. ازاي بنات افنزيم سافروا برا؟ ويسافروا كام؟ يمكن 10 اولاد زواد بكوات بشوات. تمام افندم. ومين يسفر ويعلم اولاد فقراء؟ اولاد فقراء مش لازم ضروري تعلم جنب هاني افندم. لا، جدي محمد علي باشا فتح مدارس، نحن فاطمة هانم بنت جناب خديوي اسماعيل نفتح جامعة. اجمع اميرات. تبرعات، مجوهرات، ذهب، أميرات، وكل أسرة خدوية تدفع أموال تحضر بالحال. ننشئ جامعات في أرض حضرتنا بين السرايات، أول جامعة مصرية. كانت جامعة وحيدة فيها سهير ومفيدة وأمينة وصفية، ومع كل سنة جديدة تتخرج كام دفعة. شوف عندنا كم جامعة، دق يا ساعة الجامعة. شوف عندنا كم جامعة،
ساعه الجامعه. اول رئيس للجامعه مين؟ استاذ الجيل احمد لطفي السيد ولا الدكتور طه حسين؟ والعارف لا يعرف والمش عارف يتصرف. اتصرف واحنا كمان نتصرف.